ابرز المنتخبات اللي اقول لحضراتكم عليها اللي تاهلت رسميا الى يورو 2020، ومن ضمنها منتخب لاول مره بيتاهل الى بطوله اوروبا، هو المنتخب الفنلندي. منتخب فنلندا مع تيم بوكي لاعب نورويتش سيتي المتالق، واللي اكيد اللي بيلعب في الفانتزي اكيد عارف قيمه تيمو بوكي المهاجم الكبير لنورويتش سيتي، اللي انا اعتقد بعد الموسم ده هينتقل لنادي كبير جدا في الدوري الانجليزي. انجلترا، التشيك، اوكرانيا، البرتغال، المانيا، هولندا، وكرواتيا، واسبانيا، والسويد، وبولندا، والنمسا، وبلجيكا، وروسيا، وفنلندا، وفرنسا، وايطاليا، وتركيا. المنتخبات دي كلها رسميا اتاهلت الى يورو 2020 القادمه. دي طبعا كلها منتخبات كبيره جدا، لحد دلوقتي ما فيش مفاجآت، كل المنتخبات الكبيره وصلت. وبالتالي احنا كمشاهدين هنستمتع ب يعني ماتشات قويه جدا، ماتشات هتكون على اعلى مستوى. كل ما عدد الفرق بيقل كل ما المتعه بتكون اكتر. علشان كده دوري الابطال بنبدا نستمتع بيه امتى؟ في دوري المجموعات، بعديها دور 16 8 4 النهائي. نفس القصه في اليورو، اليورو بيكون عدد المنتخبات اقل من كاس العالم، بالتالي الاستمتاع بيكون اكتر، لحد ما نروح بقى للادوار الاقصائيه عشان نستمتع اكتر واكتر. طيب احنا بنتكلم على المنتخبات، هنفكر حضراتكم باللقاءات الدوليه المؤهله الى يورو 2020 واللي بتتلعب النهارده، وفي منها ماتشات بكره، وبعديها هنروح للجداول. طيب زي ما حضراتكم شايفين دي ده الجداول قدام حضراتكم. النهارده في منتخب جبل طارق ومنتخب سويسرا، ايرلندا والدنمارك، ايطاليا وارمينيا، واليونان وفنلندا، وليشتنشتاين امام البوسنه والهرسك، والسويد امام جزر الفارو، ومالطا ضد النرويج، واسبانيا ورومانيا. دي مباريات النهارده في تصفيات اليورو 2020. نروح لماتشات بكره، ماتشات بكره المانيا وايرلندا الشماليه، طبعا مباراه تحصيل حاصل بالنسبه للمنتخب الالماني، المنتخب الالماني حسم صعوده. ويلز ضد المجر، وسلوفاكيا ضد اذربيجان، واسكتلندا ضد كازاخستان، وهولندا واستونيا. طبعا منتخب هولندا تاهل الى التصفيات، وبالتالي مباراه هتكون تحصيل حاصل. بلجيكا وقبرص وسان مارينو وروسيا الساعه، كل الماتشات الساعه 10 الا ربع. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف المجموعات بعد تأهل المنتخبات. والمجموعة الأولى منتخب إنجلترا ومنتخب التشيك بيتأهلوا رسميا. إنجلترا 21 نقطة ومنتخب التشيك 15 نقطة، وبالتالي المجموعة خلاص قفلت. كوسوفو، الجبل الأسود، منتخب بلغاريا، الثلاثة بره التصفيات. المجموعة الثانية مجموعة أيضا تأهل فيها منتخبين، منتخب دي بقى المفاجأة بالنسبة لي، يعني هو لسه طبعا في فرص ان المنتخب البرتغالي يكون اول، لكن منتخب اوكرانيا مع شيفتشينكو غير كل سنة وغير كل تصفيات. منتخب اوكرانيا في المركز الاول ب 20 نقطة، ما خسرش ولا مباراة، تعادل بس في لقاءين وفاز في 6 مباريات. منتخب البرتغال في المركز الثاني وبيتأهل رسميا الى اليورو القادم 17 نقطة، خسر في مباراة وحيدة، وبالتالي منتخب اوكرانيا عنده الأفضلية. صربيا ولوكسمبورغ وليتوانيا ثالث رابع خامس، الثلاثة بره تصفيات اليورو القادم. المجموعة الثالثة المجموعة سي، مجموعة القوية، مجموعة اللي فيها فريقين أو منتخبين بيكونوا مع بعض في كل حتة. منتخب ألمانيا المتصدر ب 18 نقطة بيصعد كمركز أول، منتخب هولندا في المركز الثاني ب 16 نقطة، الاثنين بيتأهلوا، لكن هتفضل لعبة القط والفار في مين يصعد أول ومين يصعد ثاني. هتفرق حاجة؟ مش هتفرق حاجة تماما، اللي بيفرق في القرعة الخاصة باليورو هي أو هو التصنيف الدولي. صربيا، أيرلندا الشمالية، روسيا البيضاء، استونيا، الثلاثة خارج اليورو بنقاط هزيلة، لكن أيرلندا الشمالية كان عندها 13 نقطة. شايف إن هي يعني كان في يعني مجهود واضح من ايرلندا الشماليه، لكن للاسف ممكن تصعد كاحسن توالت او تصعد في الملحق الخاص باليورو القادم. زي ما حضراتكم عارفين بيكون في ملحق خاص باليورو، بيتم تجميع المنتخبات اللي موجوده في احسن توالت، وبيتلعب مباراه ما بين كل منتخب، بيحصل قرعه ومنتخب بيلعب المنتخب رايح جاي او هوم واوي، و منتخبات اللي اكيد بتكسب هي اللي بتصعد الى اليورو مع المنتخبات المتاهله اول وثاني. مجموعه
الرابعه مجموعه دي الدنمارك وسويسرا وايرلندا. دنمارك 15، سويسرا 14، ايرلندا 12. المجموعه دي لسه ما تمش الحسم في ولا منتخب مين اللي هيصعد لليورو. الدنمارك 14، سويسرا الدنمارك 15، سويسرا 14، ايرلندا 12. يعني الثلاثه ممكن يتاهلوا كاول وثاني وثالث. زي ما حضراتكم عارفين الموضوع معقد جدا في المجموعه. جورجيا بعيده 8 نقاط، جبل طارق بعيد ولا نقطه طبعا، وبالتالي خارج حتى اي شيء. وبالتالي المجموعه دي مجموعه اكيد صعبه، مجموعه ممتعه في التصفيات. المجموعه الخامسه، المجموعه اي، كرواتيا هي اللي تاهلت رسميا الى اليورو ب 17 نقطه. منتخب المجر ومنتخب ويلز ومنتخب سلوفاكيا 12 نقطة المجر، 11 نقطة ويلز، 10 سلوفاكيا، الثلاثة بيتنافسوا على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة إلى يورو 2020، الثلاثة قريبين، فارق نقطة ونقطتين ما بين الثلاث منتخبات وبالتالي مجموعة قوية. مجموعة اف، منتخب اسبانيا ومنتخب السويد بيتأهلوا مباشرة إلى يورو 2020، 23 نقطة منتخب اسبانيا والسويد 18 نقطة، منتخب رومانيا والنرويج وجزر الفارو ومالطا أربع منتخبات موجودين في المجموعة دي بس اللي فيها ست فرق. رومانيا 14 نقطة تتساوى مع النرويج، 14 نقطة مع جزر الفارو، 3 تتساوى مع مالطا 3 نقاط، وبالتالي المجموعة دي فيها فرصة عالية جدا إن يكون فيها أحسن توقيت. المجموعة جي، بولندا والنمسا بيتأهلوا مباشرة إلى يورو 2020، بولندا 22 نقطة والنمسا 19 نقطة، منتخب سلوفينيا ومقدونيا الشمالية ولاتفيا ثلاثة موجودين في الثالث والخامس والسادس 14 نقطة و11 نقطة وصفر من النقاط. المجموعة اتش، فرنسا وتركيا بيتأهلا مباشرة إلى اليورو، فرنسا 25 نقطة وتركيا 23 نقطة، أيسلندا أداء رائع جدا وروح قتالية كبيرة جدا 19 نقطة في المركز الثالث، ألبانيا 13، أندورا 4 ومولدوفا 3. مجموعة اي، بلجيكا وروسيا بيتأهلا مباشرة إلى يورو 2020 كالعادة، منتخب البلجيكي العلامة الكاملة 9 ماتشات 9 فوز بدون أي تعادل وبدون أي هزيمة، يليه المنتخب الروسي ب 21 نقطة خسر ماتشين، أكيد طبعا ماتشين أمام المنتخب البلجيكي. اسكتلندا في المركز الثالث، قبرص في المركز الرابع، كازاخستان في المركز الخامس، وسان مارينو في المركز السادس بصفر من النقاط. المجموعة جي، آخر مجموعة، إيطاليا وفنلندا بيتأهلا مباشرة إلى يورو 2020، زي ما قلت لحضراتكم مستوى رائع مع مانشيني للمنتخب الإيطالي، وأيضا المنتخب الفنلندي لأول مرة في تاريخه يتأهل إلى تصفيات أو يتأهل إلى بطولة اليورو 2020 ب 18 نقطة، اليونان في المركز الثالث، أرمينيا في المركز الرابع، البوسنة في المركز الخامس، وليشتنشتاين في المركز السادس. وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم كل ترتيب المجموعات الخاص بيورو 2020. نروح للهدافين ونتابع مع حضراتكم. في الصدارة كالعادة دايما زي ما هو معودنا هاري كين بينافس في كل البطولات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي 12 هدف، لاعب المنتخب الإنجليزي، يليه كريستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي 11 هدف، ألكسندر ميتروفيتش لاعب المنتخب الصربي 10 أهداف، وأرتيم ديزوبا لاعب روسيا 9 أهداف، والمشاكس تيمو بوكي لاعب فنلندا 9 أهداف، وأخيرا لاعب المنتخب الإنجليزي ولاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج 8 أهداف.